الحياة في كتير مقالب، مع أنه كل شخص بيخلق وإله قالب، بس بتحس بكل فشخة في كمين ناطرك، والله أعلم بهالحياة مين الأمين وإذا بياخد بخاطرك. وبالكاميرا الخفية تأنكر ما فيه 35 سنة من التعب، من الأفكار، من الارتجال، ولا فكرة مثل التانية. وبيظل أصعب 4 سنين مرقوا على لبنان قدر يضحك الناس ويرسم البسمة على وجههم. وضيفي بهالحلقة من جلسة ملك، الملك كميل الأسمر. كميل الأسمر من شخص بيعمل مقالب بأصحابه لأنه بيعتبرها هوايته ولعبته، لأول شخص جاب الكاميرا الخفية على لبنان وعرضها على الشاشة اللبنانية، من تلفزيون سي في ان لأوربت لتلفزيون لبنان لتلفزيون المستقبل للجديد للأم تي في، واليوم خلي تليفونك بإيدك. مسيرة طويلة. كميل الأسمر، قديش صار لك بالكاميرا الخفية وبالكاميرا المش خفية؟ أول شيء مساء الخير. الكاميرا الخفية ومش كاميرا الخفية كيف يعني؟ يعني قديش صار لكاميرتك مبينة على الضحية؟ في إلا كذا معنى. المعنى اللي بتقصديه يعني إنه أنا بركب؟ أوكي، مش بركب. برمضان أوقات بنضغط بقول شيء وبعمل شيء، لأن إذا بتخبر الضحية إنه أنا بدي أعمل فيك هيك هيك ما بتطلع مهضومة. قديش صار لك؟ قديش صار لي؟ بالمهنة يعني؟ بالكاميرا المش خفية. المش خفية؟ لا عادي، ما بركب أنا، لا أبدا ما بتطلع مهضومة يعني. بس هلأ كثير معروف أنا مشهور يعني، كيف بالعالم تسألني كيف بعدنا العالم ما بيعرفوه، فمنقل له منتعب كثير وبنبرم أيام تلاقي ضحية نروح لعنده بعدين يجيب كاميراتنا ونزل. بعدين اللي بيعرفني بقول له شيء أحاول، حضرت دعاية سامبوسك؟ بيعرفني أستاذ شنطف، عمل دعاية سامبوسك ورقات الكاميرا بوجه وطلطة وأكل الضرب أكل. كميل الأسمر، دايماً معك أفكار جديدة، من وين بتجيبهم؟ هل بتقلد حداً؟ قلت حدا؟ لا والله بقلدوني، سوري يعني. قلت حدا؟ لا. أفكار جديدة إذا بدك قبل بيوم ما بكون عندي هالفكرة تطلع معي هيك يعني. يعني بدي لفيس بقول له خلص بدي كاميرا، هلأ بدي كاميرا يعني. الكاميرا الخفية الأربابة، أنا ما جبتها على البين، أنا جبتها على الشرق الأوسط كل تواضع يعني، ولحقوني استيصال. شو رأيك بالمقالب يلي عم تنعمل برا وعم بتجيب نسبة مشاهدة عالية؟ هل هالشي بيسبب لك غيرة؟ بيسبب لي شو؟ غيرة؟ غيرة؟ أنا بدي أخبرك شغلة، برجع بقلك ما بغار منهم، هن عم بقلدوني يعني، هن الغيرانين. حتى اللي برا؟ اللي برا شو استيصال؟ اللي برا شو عم بفرجوك طيران وفكرة واحدة 30 نهار على رمضان نفس الفكرة بتنعاد وبتنعاد وبتنعاد، هيدا ما بعرف. أنا ما بنقز، أنا بضحك يعني، أنا ببكي من الضحك. الكاميرا الخفية هي فواكه برمضان للعالم ترفي وتضحك. النقزات والرعب والهولي أنا ضده. كميل الأسمر، بتحب الشهرة؟ أنا الوحيد اللي بتأذيني الشهرة، بيوقف شغلي من ورا الشهرة غصب عني شهري. يعني أنا إذا بس كون مشهور العالم بصير تعرفني، أنا بقول فيها يعني فيها مقالب. هل نعمل فيك شي نهار مقلب؟ جربوا إيه. طيب جربه. إذا اليوم نعمل فيك مقلب، بتقول للكاميرا الخفية باي أو ما بتقبل ينهاري؟ إذا نجح أكيد بقول باي. إذا نجح، إذا مقربوا على الكرامات وما حدا دق فيه جسديا، إيه بقول باي للكاميرا. بس عالتك إنه أغلبية اللي بحضرهم أنا بينسوا انه في كرامات للناس او يدقوا بالمباشر بالشخص. انا بلعب حده، نضحك نحنا وياه والعالم. خبركم سر، يلا بكره عملوها. كميل الاسمر، انت ملكنا اليوم. مننتقل لفقره كش ملك.